المحيطات فيما يخص فتح المسالك، فيما يخص تحضير البذور، فيما يخص تمويل يعني الانتاج. هذا المجهود نتاع الدوله لازم يكون ريبوندا، يكون استرجاع من طرف الميدان. سيلفو اون ليست نوار نتاع الفلاحين، يعني قائمه سوداء نتاع الفلاحين اللي ما يستجابوش لتسليم المنتوج، تكون القائمه السوداء هذو ونخرجوهم من المساعدات نتاع الدوله. في بعض من الاحيان بعض من الفلاحين اللي خرجوا المنتوج نتاعهم واللي ما يدفعوش لاسيسيون تلقاهم دايرين لاشين مع البواله باش يدي السعير، هذا غير مقبول. اليوم لازم بصفه علميه باستعمال الجهات الاعلام الالي ان تكون عندنا كل المعطيات.